السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في شرح برنامج الإكسل للمهندس المدني. النهاردة إن شاء الله هنتكلم إزاي نعمل شيت حصر كميات. الشيت حصر الكميات ده بتستخدمه لو أنت مهندس مكتب فني، بيكون أي حصر بتعمله باستخدام الإكسل، بحيث إن شيتات الحصر دي بتقدمها للاستشاري يعتمدها أو يرفضها لو كانت الكميات مش مظبوطة. فكل شغلك بيكون عن طريق حصر بيكون عن طريق الإكسل، وبتوضح له أي حاجة في اللوحة في شيت الإكسل. إيه هو الحصر أصلا؟ حصر الكميات ده يعني أنت بتعرف كل كمية أنت نفذتها في الموقع بحيث الشركة بتاعتك تتحاسب عليها. فالحصر ده سريعا، يا إما بيكون مثلا بيكون متر طولي، يا إما متر مربع، يا إما متر مكعب، يا إما بالعدد، يا إما بالطن، يا إما بالمقطوعية. متر طولي زي كابلات الكهرباء، زي الوزر في السيراميك، زي مواسير الصرف والتغذية، ده كل ده بيكون بالمتر الطولي. عندك المتر المسطح زي أعمال البياض، زي الدهانات، زي المباني لو على نص طوبة. متر مكعب زي أعمال الخرسانات المسلحة، زي المباني لو على طوبة، وهكذا. عندك بالعدد زي الأبواب والشبابيك. عندك بالطن زي الحديد. مقطوعية زي أعمال التكسير وأعمال الترميمات. طيب أنا هل أنا اللي بختار الوحدة؟ لا، الوحدة دي أنا بختارها من المقايسة. فلو عندك شكل المقايسة، شكل المقايسة بتكون حاجة بالشكل ده، ده شكل المقايسة، ده كل بند متعرف في المقايسة ومكتوب قصاده الوحدة بتاعته. متعارف عليه مثلا إن أنت عندك الخرسانة أقل من 7.5 سم، الخرسانة أقل من 20 سم، دي بتتحسب متر مسطح. بس ده مش شرط، انا اللي بيحدد لي الكلام ده زي ما قلنا هي المقايسه. يعني انا في مشروع عندنا خرسانه عاديه 7.5 سم وشغالينها بالمتر المكعب. فانت دايما المرجع بتاعك في حصر الكميات انك بتبص على المقايسه. نرجع على الاكسل ونقول ازاي بنملى الجدول ده، هنتكلم ازاي بنستخدمه ونرجع نتكلم ازاي بنعمله. لو عندك مثلا فتحت لوحة الاوتوكاد، وعندك كانت دي لوحة الاساسات عبارة عن قواعد منفصلة واسملات. لو عايز تحصر القواعد المنفصلة، لو جيت على الجدول هنا بصيت، هو قال لك عندك خرسانة عادية بسمك 50 سم، وعندك خرسانة مسلحة عبارة عن 4 نماذج، قاف واحد، قاف اتنين، قاف اتنين داش، قاف تلاتة. قاف واحد عبارة عن متر ونص في متر ونص في 60 سم. هتعمل ايه؟ هتيجي على الجدول وتقول له خرسانة مسلحة لزوم الأساسات، خرسانة مسلحة لزوم الأساسات. هتقول له عندي مثلا أول نموذج قاف واحد. قاف واحد دي اللي قلنا إنها متر ونص في متر ونص في 60 سم. طيب عددها كم قاعدة موجودة في البلان؟ هتيجي على البلان وتبدأ تدور على قاف واحد وتعدهم، أدي قاعدة اتنين، وتعد وهكذا. وليكن كان طالع معاك العدد 5 قواعد، يبقى هتقول له هنا 5 قواعد. فقال لك إن أنت عندك 5 قواعد، دي المقاسات بتاعتهم، فأنت عندك كمية إجمالية 6 متر و75 من 100، 6 متر مكعب. طيب ايه الخانة بتاعت الخصم دي؟ خانة الخصم دي لو انت بتحصر مباني، لو عندك ده شكل الحيطة والحيطة دي كان فيها باب، هل الباب ده دخل فيه المباني؟ الباب ده ما اتبناش، يبقى الباب ده انا مش هحسبه. يبقى لما اجي احصر الكمية دي هقول ان الحيطة دي عبارة عن 3.5 متر في 3 متر مثلا ارتفاع، وهخصم منها الباب. فاجي على الشيت هنا واقول له عندي الحيطة مثلا كان عرضها 3 متر أو طولها 3 متر، العرض 25 سم، في ارتفاع 3.20 متر، والحيطة دي كانت متكررة معايا 3 مرات. لو عندي خصم الباب، خصم الباب عبارة عن مثلا عرض الباب متر، في ارتفاع الباب 2.20 متر في 25 سم، اللي هي لو انت عندك مباني على طوب، وهتضرب طبعا في 3 هنا عشان عندك 3 نماذج. انا هنا نسيت اكتب يساوي قبلها، فاول ما اكتب يساوي هيديني القيمة الصحيحة. يبقى انا عندي الحيطة
طولها 3.5 متر في عرض 25 سنتي في ارتفاع 3.20 متر، فقال إن الإجمالي كذا. وعندي الحيطة دي متكررة 3 مرات، عندي خصم هخصم الأبواب. خصم الأبواب ده عبارة عن عرض الباب اللي هو متر في ارتفاع الباب 2.20 متر في تخامة الحيطة 25 سنتي ضربت في 3 عشان الكلام ده متكرر معايا 3 مرات. طيب دي مقدمة سريعة ازاي بنستخدم الشيت. طب ازاي اعمل اصلا الشيت ده؟ هنفتح فايل اكسل جديد ونقول اول حاجة انا هقول له رقم البند، هكتب رقم البند تمام. تاني حاجة عندي بيان الاعمال، وهرجع هنا واكتب بيان الأعمال. طيب بيان الأعمال ده أنا عايز الخانة تكون أكبر من كده، هعمل إيه؟ عندك طريقتين. الطريقة الأولانية إن أنا هقف هنا عند عند الخلية من فوق، من عند الاسم بتاعها اللي هو بي، لغاية ما تظهر لي العلامة اللي هي على شكل صليب باللون الأسود، وهسحب كده بكليك شمال كده أو كده، أقدر أتحكم في عرضها، أو هضغط عليها كليك يمين. وعندك مكتوب تحت هنا كولم ويدث، عرض العمود. فقال لك ان عرض العمود الحالي 11.75، ممكن اقول له انا عايزه مثلا 25 واضغط انتر، فهتلاقيه زاد معاك. انا بفضل انك تعملها كده افضل، بحيث تتحكم في العرض اللي انت عايزه. كذلك الامر عندك في الصفوف، ممكن كليك يمين عندك هنا ارتفاع الصف وبيقول لك 17 وكذا، قول له مثلا انا عايزه 30 وضغطت انتر، فهو ارتفاع الصف زاد معاك. او تقف هنا لغاية ما تظهر لك الصليبة اللي باللون الاسود وتسحب فوق او تحت زي ما انت عايز. يبقى انا كتبت رقم البند بيان الاعمال. بعد كده عندي بيقول لي ايه المقاسات العدد. طيب هرجع هنا هكتب له العدد. بعد كده مقاسات، لو بصيت هنا هتلاقي كاتب مقاسات وتحتيها طول عرض ارتفاع. طب هو ازاي خلى الخانة دي كلها خانة واحدة؟ دي بنعملها عن طريق حاجة اسمها ميرج، بعمل ميرج يعني دمج للخلايا. فنهاج على التلاتة دول مع بعض، ولو بصيت هنا هتلاقي ميرج، هضغط ميرج فدول كلهم بقوا خلية واحدة، التلات خلايا بقوا خلية واحدة. هكتب مقاسات واجي تحت هنا هكتب طول عرض ارتفاع. بعد كده عندي الكمية برضو نفس الكلام، الكمية وتحتها جملة وخصم، وبديها اعملها عن طريق ميرج. فهاجي على الاتنين دول واضغط ميرج كده، عمل لهم دمج. اقول له الكمية وتحتيها جملة او خصم. بعد كده عندي مقادير اجمالية، الاتنين دول هعمل لهم مرج، مقادير اجمالية. عندي بعد كده في ملاحظات، اجعل الاتنين دول نفس الكلام مرج واكتب ملاحظات. الاتنين دول مع بعض اعمل لهم مرج، دي ودي مرج، وده نفس الكلام هعمل له مرج. لو علمت على كل دول مع بعض هقدر اوسطنهم، يعني هي كده الكتابة يمين او شمال او فوق او تحت او اي ما يكون، فانت بتختار الاتنين دول، الاتنين اللي في النص دول، بحيث تكون الكتابة في السنتر وفي النص تمام. هقدر اكبرهم من هنا، هنا بقدر اكبر الكتابة زي ما انا عايز واقدر اصغر. طيب عايز اعمل لهم جدول، احطهم في جدول. لو بصيت هنا دوس على السهم ده، هنا كل الاشكال اللي ممكن تحتاجها. هنا بقول لك لو انت عايز تحط خط تحت الكلمة،
هنا فوق الكلمة، هنا شمال الكلمة، هنا يمين، هنا لو مش عايز تعمل أي حاجة خالص، هنا لو عايز تعمل لو عايز تعمل جدول حوالين الكلام، لو ضغطت عليها هو عمل لك جدول حوالين الكتابة. طب أنا مش عايز الشكل ده، أعلم تاني وأضغط على السهم. هنزل على آخر حاجة هنا اللي هي مور بوردر، واختار الشكل ده وتختار اللي انت عايزه. انا بفضل الشكل ده، الخط ده، وتيجي هنا تعلم له انت عايز الخط ده فين، واقول له انتر، فطلع معاك بالشكل ده. تقدر تعلم على الكتابة تاني، انا عايز اكبرها شوية عشان توضح، اكبرها كده. طب انا عايز اديها لون، اعلم عليها وتعالى هنا عندك كل الالوان اللي انت عايزها، اختار اللون اللي انت عايزه، اختار وليكن اللون ده. طب انا عايز الكتابة نفسها تتلون، علم عليهم تاني وتعالى هنا اختار لون الكتابة، احمر، ازرق، زي ما انت عايز. انا هسيب اللون الاساسي عشان يظهر معانا. طيب انا برضو هنا ممكن اعمل كل ده، ده الشيت بتاعي لحد هنا، ومن هنا نفس الكلام، بوردر، اختار ده واختار ده، يبقى انا كده عملت شكل الشيت. طب ازاي استخدمه؟ انا دلوقتي عندي الجملة زي ما اتكلمنا في القواعد. القواعد عبارة عن ايه؟ حصر اي قاعدة، قلنا عبارة عن ابعاد القاعدة في عدد القواعد. هرجع على الشيت تاني، يبقى انا هاجي هنا واقول له ان الجملة دي عبارة عن، هكتب له يساوي، عبارة عن ايه؟ ده مضروب في ده مضروب في ده مضروب في العدد، واضغط انتر. طيب لو انا عندي خصم زي المباني مثلا، يبقى المقادير الاجمالية دي بتساوي ايه؟ بتساوي الكمية الاجمالية ناقص الخصم، يبقى هنا دي بتساوي الرقم ده ناقص الرقم ده، واضغط انتر، وهسحب زي ما اتفقنا قبل كده بالهاند فيل، هسحب لتحت وهسحب ده لتحت. تعالى ادخل له اي حاجة، اقول له مثلا عندي 5 قواعد، ابعاد القاعدة 2 متر في متر ونص في ارتفاع 50 سنتي. هو تلقائي قال لك ايه؟ الجملة كذا، وبما ان ما عندكش خصم فالاجمالي حطه لك زي ما هو. لو حطيت له خصم مثلا كان 2، فقول لك 7.5 ناقص 2 عبارة عن 5.5.